فإحنا بدنا خمس دقائق شيل هالنظارة، خمس دقائق نضلنا نعمل بالطريقتين. أسهل شيء نحط إيدينا ونعمل كذا. نفس الشيء في عنا حيصير مشاكل طنين أذن، في عنا حيصير وجع راس، لأنه هاي الأعصاب كلها بتفرع لفوق ولتحت، يعني بصير وجع الراس. هذا أعراض شائعة مع أي مشاكل تشنجات في الرقبة والشقيقة وهاي الأمور الثانية اللي هي مزعجة. التمارين بنبلش شوي شوي لورا، حركات عادية في كل الاتجاهات، الاتجاه اللي للخلف هذه 10 مرات، الاتجاه اللي على الشمال 10 مرات، على اليمين 10 مرات. بس كل حركة بدي أسويها في الرقبة المفروض وأنا أعملها فيش ألم. لما أوصل لنهاية الحركة ممكن أشعر في ألم بسيط، بس لما أرجع كل شيء تمام. لما أرجع مرة ثانية هذا هو نفس الألم، لا بيروح ولا بيجي ولا بيزيد. إذا نزل كويس، إذا طلع يرتفع الألم مع تكرار حركة في اتجاه معين، في هالحالة أنا ما بدي أعمل الحركة هذه. هاي الحركات لازم تنعمل لحد الألم أو تخفف الألم مش تزيد الألم. بعدين بند كل الحركات الأصعب اللي هتحرك الفقرات العلوية اللي هي الفقرة الأولى والفقرة الثانية، اللي نعيد اصطفافها، لأنه كلنا العصب الحائر بمر منها، فبدي أعيد اصطفافها. هاي الحركة الرئيسية إنها تعيد اصطفافها. عملوها بشكل مظبوط، عشان تعملوها مظبوط حطوا إيد لورا على ركبتكم، ثبتوا الرقبة وإيد على الوجه بالطريقة هاي. وبدكم تعملوا عملية انزلاق وانتو تطلعوا نظر تاعكم مستقيم او للأعلى بيكون افضل شوي بزاوية. وفي هاي الحالة انا بصير لتحت لفوق وبالطريقة هذه وبعيد الحركة هذه. ممكن وانا نايم تكون اسهل، تمارين هاي وانا نايم تكون اسهل. هاي بدكم تسووها لهاي الحركة بس معمولة بشكل لورا، بدي ارجع لورا قد ما اقدر، قد ما اقدر لورا بدي ارجع. الشغلات الثانيه اللي بدنا نسويها، بدنا نشد الرقبه شويه، نشد الرقبه شويه. اذا بدنا نحط ايدينا هيك واحنا قاعدين بالطريقه هاي فقط، ونرخي حالنا، نخلي الراس يعني انا ثقل الراس حطه على ايدي، وهذا الثقل بيرتفع للاعلى، وانا ما يعني بدي اتفرج على التلفزيون بالطريقه هذه لمده 5 دقائق. في هاي الحاله انا بعمل شد قوي لمده 5 دقائق. هذا الشد بيؤدي في النهايه لاني ارفع راسي، لانه بصحح المنطقه العلويه من الرقبه، هاي المنطقه اللي بدي اشتغل عليها. ماشي، شو النصائح الثانيه كمان؟ النصائح الثانيه بعد ما نخلص التمارين والمساج والتقشير وهي الامور اللي هي النوم. النوم بدنا ننام على مخدة، المخدة بدها تكون صوف او شيء طبيعي كويس. الشرشف او الغطاء تاع المخدة بده يكون معقم ومنظف، واذا بتحطوا عليه هذا الخل لما تغسلوه، الخل مع اللافندر بيكون كويس كتير. هذا بخليكم تناموا نوم عميق. وهاي التبخيرات كمان لازم نعملها. خلينا نخلص من المخدة. المخدة لازم تكون مثبتة ظهرنا، يا بننام على ظهرنا يا بتنام على جانبنا. اذا بدنا وضعية افضل لهاي للرقبة، اذا بدنا نلف هذا البشكير البسيط، لفت البشكير او الفوطة، ونحطها ورا الرقبة واحنا نايمين على جانبنا او على ظهرنا. هيك بنكون نمنا صح، لانه النوم الصح جزء كبير في العلاج. الشغلة كمان اللي بدكم تستخدموها الموضوع الغرغرة، الغرغرة الغرغرة. حكينا عن الأعشاب اللي ممكن نتغرغر فيها، النعنع اللي هو نعنع جاف أو نعنع زي أخضر، بتحطوا عليه مياه ساخنة، تحطوا عليه ملح لازم يكون في الغرغرة، ملعقة من الملح على المغليات. ممكن تغلو إكليل الجبل، ممكن تغلو الزعتر البري، ممكن تغلو البابونج، ممكن تغلو القرنفل، يعني الخيارات مما هب ودب. اغلو وحطوا في فمكم وارفعوا حالكم لفوق وضلكم دقيقة، ريحوا حالكم، شيلوا هالمياه هذه، ارتاحوا، خذوا شهيق وزفير وردوا، رجعوا المياه واعملوا كمان دقيقة. وبعيد هالعملية مرة مرتين
خمس مرات، يعني كلها خمس دقائق لسبع دقائق، هذه بتعمل عملية إزالة لكل السموم. حكينا اللوز والسنان والفم واللسان، كله بيمتص السموم هذه وبنطلعها. بنعمل عملية تنشيط الجهاز اللمفاوي للغدد اللمفاوية، بنعمل عملية تنشيط وتخفيف للالتهاب في الأغشية اللعابية، وبنعمل عملية تنشيط للحبال الصوتية وتنشيط لكل الدورة الدموية في المنطقة هذه، منطقة الرقبة، لأنه بنجيها من جوا على شكل الغرغرة أو الغرغرة بصوت عالي، لازم تعطوا صوت. الشغلة اللي حتساعد أكيد اللي هي التبخيري من نفس المياه اللي تغرغرتوا فيها، بس بتكون تحطوا هالكاسة إذا مستكتلين تحطوها بمي سخنة وبشكير وشهيق وزفير، بس حطوها على باب فمكم هيك واستنشقوا هواء الروزماري هذا أو البخار تاع إكليل الجبل أو النعنع أو الزعتر. يا جماعة الخير، هاي أعشاب قوتها وفعالية الزيوت العطرية اللي موجودة فيها بتدخل مباشرة عن طريق من طريق الأنف لسقف الأنف على الدماغ، هاي فعاليتها مباشر للغدد الصماء، للغدد النخامية وغدد الميلاتونين وإفراز الهرمونات. بعد عملية الاستنشاق هذا للروائح العطرية هذه، بعطي خلال ثانيتين عملية تخفيف للآلام. بجوز تصنفروا وتروحوا نايمين وانتوا قاعدين بتشمشموا في هذه، بتعطي فعالية سريعة، عملية استرخاء، وهذا اللي بدنا اياه استرخاء، لانه العضلات هذه اللي خلف الرقبة والمنطقة الامامية حساسة جدا لموضوع الاسترس والضغط النفسي. يعني اي واحد اذا بحط، انا متأكد، حطوا ايدكم ورا ركبتكم بالطريقة هذه، حتقولوا واو او او او، اتضلكم تتوجعوا، لانكم حتشوفوا قديش في شد عندكم في اسفل الرقبة، كل الضغط النفسي بيجي في العضلات الفقيرة هذه واللي بتضلها مشدودة من الضغط النفسي. فاستنشاق الأعشاب هذه أو وضع الزيوت العطرية هذه، سواء قرنفل سواء زنجبيل سواء كركم سواء نعنع سواء زعتر سواء بابوني سواء ينسون أو لافندر، على منطقة الوجه، على منطقة الأنف، عمل وضع أكم من قطرة بسيطة، هذه بتخليكم تروحوا وتفتحوا الجيوب الأنفية وتروحوا بنوم عميق. هاي الشغلات الرئيسية. أنا متأكد إذا بتعملوا جلسة ساعة زي هيك في كل هالتعليمات هذه، أكيد حتحسوا بتغير كبير في الوضع. بس هات اللي يسمع وهات اللي يطبق وهات اللي يقول يا الله، وبعد ما تخلصوا أعطونا النتائج، قولونا شو صار، طمنونا اللي نعرف شو نعطيكم المرة الجاي. هاي هي عشبة اللوبيليا، سألتوا عنها كتير، حنعطيكم هاي محاضرة لحالها، انتظرونا. اللي بده يوقف دخان، هاي اللوبيليا هاي كندية، يعني عندنا في كندا، وهايكم شايفينها، حنفرجيكم كيف تستخدموها، لانه هاي سامة اذا استخدمت بشكل مش كبير، عشان هيك الكل بيخاف منها. بس حنفرجيكم كل المعلومات، اللي توقفوا دخان وتنظفوا القفص الصدري تاعكم والجهاز التنفسي بشكل سريع من هالعشبة الماجيك اللي بسموها انديان توباكو. تحياتي لكم، سلامات.